الرقص في الصباح بكري تيبان ليا تيبان ليا واش الدار ديالي ولا مع الدار ديال الناس ولا مع تيبان ليا الرماد ابيض مع الطلان تخلع تيبان ليا الدار الرماد ابيض هذاك الشيء ابيض هابط ما عرفناش شنو هو انفجار ما عرفناش شنو هو حتى شي واحد ديال البوك تسحب على شي انفجار من هبط هنايا تنهبط تيبان ليا الدنيا بيضاء ما تنعرفش الدور ما بقاش عندي باش نشوف تيبان ليا كل شيء ابيض كلشي تيبان ليا بيض هبط ترى هبط طلعت فوق الروكا فوق هذاك الشيء الحجر اللي طيح تانا مع الدراري نادو شي دراري صغار جاو انا اش كاين اش كاين قلت لهم سكتوا ما تهضروش بقينا نتسنطوا الحجر بقينا نتسنطوا الحجر من بقينا نتسنطوا الحجر تنسمعوا الدقان تنسمعوا الدقان لقينا سي محمد راجل خطابو ردوا السبيطار ردوا السبيطار ردوا السبيطار بقينا نحفروا 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 حتى جبدناه جبنا ليه يدو من تنفس بعدا فهمتيني ولا لا خويا فهمتيني جبت ليه يدي من تاع مين يتنفس عطينا قرعه الماء وبقينا تنحفروا نحفروا حفروا جبدناه جبدناه من جاو ساعه جاو السلطه ما يعطوا هذيك ديال لا هزينا فيها راه هو السيد في السبيطار راه باقي واحد هنا بغينا نحفروا عليه حتى هو بغينا نحفروا عليه ما خلاوناش كون خلاونا حنا غنجبدو ما خلاوناش نجبدو كون حفرنا والله يا امو تنحفرو بالله راه خونا هذاك راه مسلم ماشي يهودك هضر مالها شي شرطه اللي طاحت دابا هو ما عرفتش ما عرفتش تهضر في التليفون قال لك هضر في التليفون العلم لله راه هو تحت باقي تحت الركام لتحت وفينكم المسؤولين بغينا اللي يوقفوا عندنا يوقفوا لنا ضرب جران تنشوفوا الناس راه كثار عندنا اطفال بزاف عندنا الشباب الصباح شحال كان من واحد كانوا جوج برا هذوك الدار الاخرى هذوك الدار الاخرى خرجنا ما واحد الشرجم خرجنا واحد خمسه الناس من الدار الاخرى ست عائلات ست عائلات خرجناهم من الدار الاخرى والدار اللي مردوم فيها راه باقي فيها وجبدنا منها واحد وباقي واحد هذاك الواحد